قاعدين احنا هلا خايفين مثلا يجينا شي رصاصه شي قذيفه. واجت هيدي يعني عفوا بكلمتي بدي اقولها فوق الدك شرطوطه يعني خيم عمو اصلا لو بتضرب كف بيروت بتسكر من ورا المخيم. الشارع عدم فيش حدا في يعني خوف من العالم اللي جايين من بريد صيدا يجوا على صيدا. اي ساعه يعني بتعلى بنسكر وبنهرب. نحن متضررين من الشيء اللي عم بيصير والعالم كله هربت يعني والوضع انت شايف يعني قديش قلنا قاعدين بلا شغل والوضع مزري جدا يعني. صيدا مشلولة لا شغلة ولا عملة من وراء الوضع على المخيمات. هذه الاشتباكات اللي صارت معانا الحلوة وضع صيدا صار سيء والعالم كله عم تتضرر وكل المصالح عم تتضرر. أنا هلأ كبات كل البضاعة هذه البضاعة اللي شايفها هلأ جبتها البضاعة اللي بشوفها بالصندوق مستوطي حق 13-14 مليون ليرة. عمين هذه خسارة العمة عمين بين البلد مشلولة ميتة سوق تجاري شلل شلل تام تام. نحن عم نشتغل يومية إذا ما في انت النمر يأكل ونشرب هيدا كله طفانيس كلها مؤامرات على هالشعب المعطر. هيدا الصيدة أخذت نصيبها بما فيه الكفاية. أنا هذا اللي بدي أقوله.